الله ابو عمر، هذا الانسان انا دائما اسولف به. ناجح. ناجح. عقليته فريش فريش. يشهد رب العالمين. ايه. عاشق يحب الدنيا والحياه وكذا. اعد حقد. اسمع له؟ اسمع له ايوه شرف اسمع له. حلو. مو اليوم تحياتنا طبعا للشاعر مأمون النطاح. اليوم انت بالبصره بظل موجه قد تكون من الهجمه سواء على مأمون او قصائد مأمون، وانت اليوم تنشر على صفحتك على الفيسبوك شاعر المبدع المتألق مأمون النطاح. لا 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 ما قلت الشاعر المبدع، خلي اقول لك ايش قلت اكثر من الشاعر المبدع. قلت البيت لابو فراس الحمداني واثق الخطوه يمشي ملكا. وانا قلت لك من نكتب اعرف شو اكتب. تفهم علي شلون؟ هذا الزلمة يعجبني يعجبني. تربطك بي علاقة؟ تربطني بي علاقة وأشرف بهيك علاقة. حلو. أكو مشروع ديو لو ما انطرح؟ هو ما مطروح، بس أنا من خلال هذا الموضوع أشرف أقرأ أبو عمر، لأن أنا أكو شغلة تعجبني بالزلم. الزلمة اللي يستحي أموت عليه. الله الله. الزلمة اللي يستحي الله. وهذا الزلمة يستحي. تحياتنا لأبو عمر، وروح الصورة أخرى. أبو عمر موفق إن شاء الله. إن شاء الله نشوفكم بديو إن شاء الله يا رب.